إلى ذلك اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر برئيس مؤسسة شركة فلات سايكس لأبرز أحمد لابز وهو أحمد اللافي أو الألفي والمدير التنفيذي لشركة سواري فيتشرز هاني الصنباطي. بحث الاجتماع تنفيذ الاتفاق الموقع مؤخرا للاستثمارات في الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه وتخصيص مكان في مركز خدمة المستثمرين لخدمة رواد الأعمال. ناقش اللقاء إطلاق مبادرات في 6 محافظات لإقامة حضانات لمشروعات الشباب وعدم الاقتصار على القاهرة فقط كبداية لعمل هذه المبادرة في باقي محافظات مصر. في هذا الإطار أعربت الوزيرة عن استعدادها لتخصيص مكان في عدد من المناطق الاستثمارية والحرة ببعض المحافظات.